ظل شنزاباي يقدم القرابين ليلة الضريح السكون في فصلي ربيع والخريف ومن كل عام، بعد أن تولى منصب رئيس الوزراء الياباني للمرة الثانية في عام 2012، وقام بزيارته للتعبير عن إجلاله للضريح في نهاية عام 2013، ما أدى إلى احتجاجات شديدة من المجتمع الدولي بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية. يقع ضريح ياسوكوني في حي تشودا بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث يوجد فيه مقبرة أقيمت لتكريم بعض مجرمي الحرب العالمية الثانية. ويصر بعض الساسة اليابانيين على إظهار الاحترام لضريح ياسوكوني بشكل متكرر، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وبلدان آسيوية أخرى. ورغم قيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بإهداء القرابين إلى الضريح بدلا من القيام بالزيارة بسبب الضغوط المحلية والدولية، إلا أن وسائل الإعلام تقول أن لتقديم القرابين أهمية رمزية كبيرة ودورا توجيهيا واضحا يدل على أن اليابان ما زالت تنكر اعتداءها وجرائمها في الحرب العالمية الثانية. وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن قادة اليابان يقدمون القرابين إلى ضريح ياسوكوني، الأمر الذي يناقض الالتزام بشروط عودة اليابان إلى المجتمع الدولي والأنظمة الدولية بعد الحرب. كما أعربت وزارة الخارجية الصينية عن موقفها الثابت بشأن تقديم آبي للقرابين إلى ضريح ياسوكوني، حاثة اليابان على معرفة التاريخ بالطرق الصحيحة والتفكر في تاريخها العدواني والتعامل مع المشاكل المعنية بشكل جيد من أجل الحصول على ثقة البلدان الآسيوية المجاورة والمجتمع الدولي من خلال الأفعال لا الأقوال.